ربك ولا لبك؟ ربك. انت لا توديني ربك وفاطمه كبيره عاوز توديني ابو السودان. انا لا همشي دي لا دي، همشي معاكم ومع مشاهدينا عبر عبر ابصارهم وعيونهم الجاذبه دائما الى جزيره لبن. من على البعد وفي وسط النيل الخالد سليل الفراديس تلوح جزيرة لبب جنوبي مدينة دنقلة بشمال السودان، وهي أولى الخطوات في الرحلة القاصدة للجزيرة المجاورة لعدد من القرى في المنطقة. فود نميري والصحابة والشيخ الشريف هي أيقونات تحيط بلبب بكل فخر ومهابة. فالجزيرة خلافا لكونها تفخر بالتاريخ والأصالة، فهي استدعاء في كل لحظة لجميل الأشياء التي ظلت وساما على صدر أهل الشمال. فأصداء التراث النوبي تجول معك أينما ذهبت، وأنت تهم بسؤال أهلها عن مضامين جزيرتهم لبب. إذن نحن وبصدق على ذات الجزيرة والأرض التي شهدت صرخة ميلاد الإمام محمد أحمد المهدي قائد الثورة المهدية الذي استقبلته لبب مولودا فيها العام 1843 للميلاد. ارتبطت جزيرة لبب منذ القدم بالقرآن وتعليمه، وكانت تسمى بجزيرة القرآن من كثرة الخلاوة وحفظة كتاب الله الكريم. وربما هو ما جعل من أهل الجزيرة بوتقة واحدة متعاونين في جميع الملمات. فجزيرة لبب حتى اليوم لم تختفي منها جلسات الأنس والتفاكر في شأن الحياة العامة بالجزيرة والاحتشاد عند المناسبات. فالتواصل الاجتماعي بينهم سمة مميزة، خاصة عندما تصادف مثلا احتفالا بالجزيرة فتقصده، فتتجلى لك كافة الملامح التي شكلت روح التواصل بين أهل الجزيرة. ربما كان يومنا في جزيرة لبب يوما عابرا، غير أن الإبحار في عوالم تاريخها يجعل من هذا اليوم امتدادا زمانيا قد لا تستطيع الذاكرة التاريخ أن تدرك أبعاده. ليس لأنها لبب الجزيرة، بل لأن السفر عبر التاريخ دائما ما يخلف هذا الإحساس في النفس.